معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، مرحبا بك. نبدأ من تصريح المرشح السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني الذي قال إنه يعني يخشى من سلب إيران القرار السياسي للعراق. هل ما زال القرار السياسي في العراق بيد شعبه؟ مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ نصير. بكل تأكيد أن ما يحدث الآن في العراق هو نفوذ وجود لنفوذ إيراني كبير يتغلغل عبر سنوات الاحتلال الأمريكي، حيث فتحت أمريكا الولايات المتحدة الباب على مصراعيه وقدمت العراق على طبق ذهب، وبالفعل سيطرت إيران بشكل كبير على المناطق في جنوب ووسط العراق، ثم أتبعتها صفحة داعش وما نتج عنها من تدمير مدن وشيطنة السياسيين الغير موالين، إضافة إلى شراء دمم السياسيين السنة، ليبقى العراق منطقة مقفلة بشكل كبير جدا وواضح إلى إيران. الحقيقة التصريحات الأمريكية الأخيرة أو المرشح الأمريكي تجافي الحقيقة، بل بالواقع الحال يقول العراق بأنه أسوأ من لبنان وأسوأ من بقية من سوريا وبقية المناطق الأخرى في العراق، تابع بشكل تام إلى إيران. ولعل الأصوات التي كانت صريحة وواضحة أثناء المظاهرات تم تصفيتها، وكل من يمس لإيران، وكما شاهدت جميعا أحد الضباط الذي اعتقل معمم إيراني تم الاعتذار من المعمم المهرب، وتم اعتقال الضابط الشريف الوحيد الذي لربما استطاع أن يكسر هيبة هذا الإيراني المعمم المهرب. بكل تأكيد العراق منطقة مقفلة لإيران كما أسلفت، وهذا واقع الحال وغير ذلك جاء في الحقيقة. ولكن أستاذ زياد، هذا الوضع السياسي المرتبك الذي يحكم العراق، هل يسوق فتح شركاء العملية السياسية أبواب العراق لإيران للهروب من هذه العقوبات الأمريكية؟ وليست أمريكا هي مسؤولة عن ما يحدث الآن في العراق؟ أمريكا اليوم مسؤولة بشكل تام. الحقيقة أن العراق والمنظومة العراقية كانت جزء كبير ومهم بسط النفوذ الإيراني على سوريا وعلى لبنان وبقية المناطق الأخرى. وردت معلومات مؤكدة بأن المليارات التي ذهبت في عهد المالكي ذهبت جزء من عندها لتمويل القوات التي بقت مع الأسد حتى الرمق الأخير، إلى أن وصل الدعم الإيراني والدعم الروسي بشكل مباشر، الدعم العسكري. فالحقيقة أموال العراقيين كانت تذهب إلى سوريا وتذهب إلى اليمن إلى الحوثيين الآن، كما تذهب إلى لبنان. كلنا يعلم بأن العراق في وضعه الحالي والجهات التي تتواجد على أرض العراق هم مشروع إيران كبير جدا، وكل هذه الشخصيات مرتبطة بإيران بشكل موثق وصريح، وهي جزء من منظومة الحرس الثوري الذي صنف على أنه منظمة إرهابية، لكن واقع الحال أنهم جنود مستعدين للانقضاض على أي هدف أمريكي في المنطقة أو أي هدف موجود في دول الجوار، ولن يتوانوا لحظة واحدة عن استهداف تلك المناطق الحساسة في الدول المجاورة أو داخل العراق للقواعد الأمريكية حالما تكون المواجهة بشكل مباشر. نعم، في هذا السياق أستاذ زياد، كيف ترى تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة في إيران؟ بكل تأكيد أن إيران تأثرت كثيرا بالعقوبات الأمريكية، و 2 مايو ستكون بشكل كبير جدا، هناك خسائر كبيرة لإيران، ولكن الحصار سيبدأ 2 مايو بشكل كبير وواضح. ولكن العملية السياسية أو الطبقة السياسية في العراق الفاسدة المرتبطة بإيران ستعمل جاهدة لكسر هذا الحصار عبر مجموعة اتفاقيات، ولن تبالي بمصالح الشعب العراقي، فهمها الوحيد هو خدمة عمقها الاستراتيجي في إيران، حيث يحملون أيديولوجية معينة. وبالمناسبة واحد من يعتقد بأن الفكر
الصافي موجود فقط في العراق، حتى لدينا نحن في أوروبا هناك مراكز دينية حسينيات تجمع الأموال وترسلها إلى إيران، وهذه المعلومات ليست جزافا وإنما عن طريق وثائق وعن طريق شهود عيان وعن طريق صور وصلتني. الحقيقة إيران لها نفوذ في كل دول العالم، وأكيد نفوذها واضح في العراق، ولذلك ستجد أن الطبقة السياسية في المرحلة المقبلة ستثبت ولائها بشكل كبير لإيران، وتتحدى الإدارة الأمريكية بطريقة أو أخرى، وهذا الوضع هو ما نتيجة السياسات الأمريكية الخاطئة المتعاقبة بالعراق، حيث لم تستطع أن تجد لها حلفاء حقيقيين بمعنى الكلمة داخل العراق. بالفعل تتحرك إيران كما تفضلت أستاذ زياد، ومن ذلك وزير الخارجية الإيراني صرح أن بلاده سترتبط في المنطقة بكاملها عبر العراق ضمن خطة الحزام والطريق الصينية. ما تداعيات هذه الخطوة على العراق؟ بكل تأكيد أن إيران ترتبط بهذه الخطة الصينية وإعادة نشأة طريق الحرير، ولكن ليست هذا الاعتماد فقط. إيران لديها مصالح قوية جدا حتى في شمال العراق، سليمانية، في أربيل، لها نفوذ كبير جدا، تقارب مع تركيا، لها تقارب مع دول عربية مثل قطر، مع عمان التي مثلت السياسة الإيرانية وحلقة التفاوض ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا. إيران لها عمق وثقل كبير، رغم أنها هو نظام شيطاني مجرم، ولكن علينا لا نتخفى به، فندرك جيدا بأنهم لديهم أذرع في كل مكان، وهذه الأذرع استطاعت عبر السنوات الماضية أن تنميها وأن تطول في المنطقة وتتشبث في فلسطين، العروبة عبر منظمة حماس وغيرها. لذلك تجد إيران عندما تخوض المعركة لن تخوضها وحدها، بل معها كل المرتزقة والخونة حتى من أبناء أمتنا العربية للأسف الشديد، والعالم الإسلامي، فهم مرتبطين تمويليا مثل حزب الله وغيره مع إيران، وكل أموالهم ومستحقاتهم يدفعها نظام طهران. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري.